تحضيرا لمواجهة الإمارات، المنتخب الوطني يخوض أول وحداته التدريبية، وبايش يعتذر من زملائه المغتربين. خلال اجتماعه برؤساء روابط الأندية، درجال يطالب الجميع بالتكاتف لإنجاح المباريات التي ستقام في العراق. لخطف التأهل لمجموعات أبطال آسيا، النوارس ينهون ميرانهم الأخير في بغداد ويشدون الرحال صوب الإمارات. عالمياً، في نشرتنا، ليفربول يتخطى برايتون ويواصل ضغطه على سيتي في البريمير ليج، وأتلتيكو مدريد يواصل انتصاراته في الليغا.